ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة ووضع خطة متجانسة مع الحكومة أهم ما جاء في اللقاء الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بديوان مجلس الوزراء، مباحثات من شأنها إنجاح المسار الديمقراطي بليبيا والضغط على لجنة 75 بجنيف لإجراء العملية الانتخابية في موعدها. يطالبون فيهم أن يكون فيه ضغط على لجنة 75 في جنيف حتى تعقد الانتخابات في موعدها. ثانيا أن يكون هناك تنظيم للعملية العسكرية والأمنية حتى لا تصبح المجموعات المسلحة المنتشرة كل منها تأخذ ميزانية خاصة تحت الدولة، وهي ربما في يوم من الأيام لا تأتمر بأوامر الدولة. رداً على الجدل الذي أثارته اللجنة العسكرية بعد مطالبتها تجميد الاتفاقيات الدولية مع أي دولة كانت بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية، لجنة 5+5 أقرت بصعوبة الظروف التي تعمل بها مع استمرار وجود أطراف تهدد بالتقسيم إلى جانب عبء ملف إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، حيث أن هذا لا يضمن استمرار العملية الانتخابية ونجاحها، وحتى إن نجحت هل سيقبل الجميع بذلك إن خسر أحد الأطراف في الانتخابات، وأن لا نعود إلى مربع 2014 عندما خسر أحد الأطراف في الانتخابات وأعلنت حرب شرسة دمرت البلاد والعبادة وانقسمت إلى عدة أجزاء. هذه النقطة التي يتخوف منها الجميع من خلال المرتزقة وإخراجها. في ظل هذه المساعي يبقى ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية أحد أهم شروط دمج وتوحيد المؤسسات العسكرية وتحقيق الاستقرار في البلاد.